السلام عليكم، وأخيرا وصلنا لآخر تمرين من النموذج ديال الامتحان الخامس اللي كان نموذج رائع جدا. حاولنا نختمه بالعربية وبالفرنسية في تمارين اللي مهمة جدا ديال غاسين كاغي لي بويسونس ليدونتيتي روماركابل، القوى، الجذور، الكتابة العلمية، التأطير، المقارنة. شفنا فيه حتى الحساب المثلثي سينيس كوسينيس طونجونت والعلاقة ما بيناتهم. شفنا لي زونغل، الزوايا المحيطية والزوايا المركزية. ودابا غنخدمو آخر تمرين اللي هو التمرين الخامس اللي غادي نشوفو فيه تمرين زوين بزاف ديال مبرهنة الطاليس. غادي نشوفو المباشرة والعكسية، غنشوفو الطاليس وغنشوفو لا ريسيبروك دي طاليس. دونك غادي نخدمو ليكزيرسيس 5 التمرين الخامس. سوا ا بي سي ان تريونغل تيل كو، دونك عندنا ا بي سي مثلث، عطينا هاد القياسات بي او كتساوي 5، عطينا او 10. دونك نحاول نكتب هاد القياسات هنا، ندير بي او 5 او 10، عندنا بي ام 2 وعندنا ام سي 4 وعندنا ا اف 16 وعندنا ا سي 24. ا سي يعني من هنا حتى لهنا، نكتبها هنا شويه لتحت 24. وعندنا ام او باراليل مع ا سي، عندنا المستقيمين ام او و ا سي متوازيين. السؤال الاول كالكيلي ا بي بي سي ام او. دونك بالنسبه ل ا بي و بي سي ساهلين، ا بي باش نحسب ا بي، ا بي راه هي ا او زائد او بي، هي 10 زائد 5 هي 15، ساهله ما غنستعمل لا طاليس لا والو. بي سي، بي سي كذلك، بي سي هي بي ام زائد ام سي، هي 2 زائد 4 حتى هي ساهله. ولكن ام او باش نحسب ام او ضروري غادي نستعمل طاليس المباشره. باش نحسب ام او عندي ام او كيوازي ا سي، ونستعمل طاليس بي ام على بي سي كتساوي بي او على بي ا كتساوي ام او على ا سي. اذا فهمتي التمرين حاول توقف الفيديو وتمشي تخدم التمرين. لكن انت مازال ما خدمتيش هذا النموذج، سير خدم التمرين ومن بعد اجي كمل معايا باش تشوف التصحيح وتشوف الاخطاء اللي عندك وتحاول تصحح الاخطاء ديالك ان شاء الله. دونك السؤال الاول دونك هنا ا بي، لدينا ا بي شنو قلنا كتساوي ا بي هي ا او زائد او بي. بغيت المسافة ا بي هي المسافة ا او زائد او بي، دونك تساوي ا او زائد او بي. ونعوض ا او عندي 10 زائد او بي اللي هي 5، دونك 10 زائد 5 هي 15، دونك ا بي كتساوي 15. انا ما عنديش الوحده، ما نديرش الوحده، نخليها هكا. يعني اذا دونك الوغ واضح اي او لا. دابا غادي ندوزو للبي سي، ولدينا بي سي شنو كتساوي؟ بي سي هي بي ام زائد ام سي، بي ام زائد ام سي دونك تساوي بي ام عندي هي 2 و ام سي عندنا هي 4. دونك بي سي تساوي 2 زائد 4 هي 6. وانا حسبت بي ندوز دابا الام او. دونك غادي نحسبو ام او، كانت فيها الخدمه شويه. كالكيلون ام او نحسب ام او. دونك قلنا باش نحسبو ام او غادي نستعملو طاليس المباشره، تيوغيم دو طاليس. باش نستعمل طاليس عندي دو كونديسيون، جوج ديال الشروط. الشرط الاول هو التوازي، ام او يوازي ا سي، هي عاطينها لنا. والشرط الثاني يكونوا لي بوين اليني، النقط مستقيميه. راه عندي ام كتنتمي للبي سي وعندي او كتنتمي لا دروات ا بي، هذه كتعني ان النقط مستقيميه. دونك غندير دون لو تريونغل ا بي سي، غنخدم في المثلث ا بي سي. دون لو تريونغل ا بي
سي في المثلث ABC لدينا هنا نحط الشروط، جوج ديال الشروط اللي عندي. الشرط الأول هو MA يوازي AC، والشرط الثاني هو النقاط مستقيمية كنعبرو عليها ب M كتنتمي للمستقيم BC. M كتنتمي ل BC، هذا كيعني أن M و B و C راه كاينين في نفس المستقيم، اي او كتنتمي ل بي ا، بي ا ولا ا بي بحال مستقيم ا بي، هذا كيعني ان او هو ا و بي نقاط مستقيميه. وغندير دونك دابري لو تيوريم دو تاليس هنا، وندير إذن حسب مبرهنة طاليس المباشرة لدينا. دونك هنا فاش كنقول تيوغيم دو طاليس بلا ما نقول تيوغيم دو طاليس ديريكت، فاش كنقول تيوغيم دو طاليس راه هي المباشرة، فاش كنقول لا ريسيبروك دي طاليس هي العكسية. بالعربية كنكتب مبرهنة طاليس المباشرة، مبرهنة طاليس العكسية، كندير عين في بلاصة ميم. واضح؟ اشنو عندنا؟ اشنو كتقول لنا طاليس؟ كتقول لنا بي ام على بي سي كتساوي بي او على بي ا بلا ما نخدمو بها، كتساوي ام او على ا سي. ام او حيت باغي نحسبو ام او على سي ا. واضح؟ بي ام على بي سي كتساوي ام او على سي ا كتساوي بي او على بي ا. دونك غنعوض بي ام عندي جوج، بي سي ما عنديش ولكن عندي راس ديجا حسبتها هي جوج زائد ربعة هي ستة. كاين شي مرات ما كيقولش لك حسب بي سي، انت خصك تستنتج بي سي راه هي بي ام زائد ام سي اللي هي ستة كتساوي ام او. ام او هي اللي باغي نحسبو، و سي ار عندنا هي 24. دونك دابا بغيت ام او شنو غندير؟ ام او تساوي ام او هي 24 في جوج على ستة، 24 في جوج على ستة. واضح؟ دونك ام او كتساوي 24 على ستة هي هي ربعة، وربعة في جوج هي تمنية. واضح؟ دونك هي جوج في 24 بحال جوج في 24 48، 48 على ستة هي 8. دونك ام او كتساوي 8. الا كانوا عاطينكم الوحده زيدوا الوحده، كندير لكم متر ولا سنتيمتر زيد معاك الوحده هنا، هنا ما عاطيناش الوحده نخليوها هكاك. دونك حسبنا ام او، ندوز دابا للكيسيون دو. السؤال الثاني قالنا مونتري كو او اف اي بي سي سون باراليل، قلنا بين ان او اف و بي سي متوازيه، وباش نبينو التوازي كنستعملو طاليس العكسيه يعني لا ريسيبروك دي طاليس. وباش نستعمل لا ريسيبروك دي طاليس عاوتاني عندي دو كونديسيون، جوج ديال الشروط. الشرط الاول هو يكونوا لي بوين اليني اي او ميم اوردر، يكونوا النقط مستقيميه وفي نفس الترتيب، وهذه كنعبر عليها ب او كتنتمي للسيغمون ا بي كتنتمي للقطعه ا بي، اف كتنتمي للقطعه سي ا. كنقول القطعه علاش؟ حيت القطعه فاش كنقول او كتنتمي للقطعه ا بي يعني او راه كاينه ما بين ا وما بين بي، كاينه في الوسط ديالهم، يعني هي الثانيه في الترتيب، و اف هي الثانيه في الترتيب. هذاك الشيء علاش كنعبر على القطعه، باش كنبين ان النقط مستقيميه وفي نفس الوقت كنبين انها في نفس الترتيب. الشرط الاول. الشرط الثاني كنحسب ا او على ا بي خصني نلقاها كتساوي ا اف على ا سي. واضح؟ يلا تبعوا معايا. غادي ندير هنا كتنتمي الشرط الاول، كتنتمي لسيغمون ا بي. لاحظوا في المباشره قلنا كتنتمي للمستقيم، ولكن في العكسيه ضروري كندير قطعه حيت قلنا النقط خاصها تكون في نفس الترتيب، و اف كتنتمي لاسي.
وهذا حدا الشرط الاول. الشرط الثاني شنو كندير؟ كنحسب ا او على ا بي، وكنحسب ا اف على ا سي. خصني نلقاهم متساويين، واضح؟ دونك ا او عندي 10، ا بي هي 10 زائد 5 15، ا اف 16، و ا سي 24. دونك هنا 16 على 24، هنا 10 على 15. غنحاول نختزل، هنا نختزل بخمسة، غتبقى لي جوج على جوج على ثلاثة، قسمت على خمسة، وهنا غادي نختزلو ب 8. غنقسم هنا على 8، 16 على 8 هي جوج، و 24 على 8 هي ثلاثة. دونك لاحظوا، جوج على ثلاثة، جوج على ثلاثة. دونك غنستنتجو أن أو على أبي فعلا كتساوي أف على أ سي، حيت بجوج لقيناهم كيساويو جوج على ثلاثة. حنا اللي كيهمني هو هاد الغابور، هذا هو النسب، هادي تكون متساوية. هذا الشرط الثاني، وهذا الشرط الأول. نحاول نسمي هادي مثلا واحد، نسمي هادي اثنان، وندير من واحد واثنان، وحسب طاليس العكسية نستنتج أن اف يوازي بسي. دونك ندير دو ان اي دو اي دابخي دابخي لا ريسيبروك دي تيوريم دو طاليس، اون ديدوي كو نستنتج ان اش كنستنتج ان او اف و بي سي سون باراليل، او اف باراليل مع بي سي، واضح؟ دونك بالعربية نكتب من واحد و اثنان، وحسب مبرهنة طاليس العكسية نستنتج أن أو إف يوازي بي سي. إذا هاكا كملنا التمرين، وبالتالي كملنا هاد النموذج كامل. خدمنا خمسة ديال النماذج كاملة، كانت زوينة بزاف ومهمة جدا. إلا شفتي منها غير جوج، غير جوج اللي شفتيهم، راه كنديرو مراجعة ديال الدروس كاملين، وحاولتي تخدمهم مزيان. والثالث حاولت تخدمو كنموذج بوحدك، حاولت دير هو الامتحان، حط راسك في وسط الامتحان وبدا تجاوب، وشوف الاخطاء اللي عندك. مازال عندك الوقت فين دارك، كاين صحاب الخصوصي كاين اللي دوزو كاين اللي مازال ما دوزوش، ولكن بالنسبه للعمومي راه الامتحان ما غادي يكون عندكم حتى الاخر ديال شهر جوج، يعني مازال عندكم الوقت ان شاء الله. مازال عندكم شهر تقريبا، شهر وزياده كافيه باش تستعدوا مزيان للامتحان ان شاء الله. دونك نتمنى انني نكون عند حسن ظنكم، ونكون وصلت لكم ولو غير شويه من المعلومات، وتفهموا شويه هادشي اللي درنا. ما تنساوش تعاونوا معنا باللايك كومونتير، بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في المجموعات، كوبي ليا وصيفطو لصاحبك اللي كتواصل معاه باش يدخل يستافد. كذلك اللي داخل شي مجموعه يبارطاجي فيها هاد لي فيديو اللي كنقومو بهم، باش ما تخليهمش واقفين عندك، ويكونوا ان شاء الله حسنه لي ولكم باذن الله، فالدال على الخير كفاعله. ما تنسونيش من الدعاء ديالكم، وانا بدوري كنتمنى لكم التوفيق والنجاح في الاخير ان شاء الله. كل شيء ينجح، تفرحوني وتفرحوا ريوسكم، وسيرتو تفرحوا والديكم، لانهم اكثر واحد كيفرح بالنجاح هما الوالدين. بغيتكم كاملين ان شاء الله تفرحوهم وتنالوا الرضا ان شاء الله باذن الله. تهلاو فروسكم، نلتقي مع نموذج اخر ان شاء الله، ومع درس اخر او شرح اخر. تهلاو فروسكم، السلام عليكم.